نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري أن رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة قدمت استقالتها وغادرت إلى الهند اليوم الاثنين على متن مروحية عسكرية، بينما كانت البلاد تشهد مظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها، في حين نقلت قناة CNN The Mint 10 الهندية عن مصادر استخبارية أنها وصلت إلى مدينة أجرتالا بشمال شرقي الهند، وأن نيودلهي تعهدت بضمان سلامتها. ويأتي هروب رئيسة الوزراء إلى الهند في وقت اقتحم فيه آلاف المتظاهرين مقرها الرسمي في العاصمة داكا، ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام المتظاهرين للمقر ونهب محتوياته والعبث بها، كما احتشد عشرات الآلاف في الساحات العامة وسط داكا للاحتفال برحيل حسينة. كما أكد قائد الجيش في بنغلاديش وقر الزمان استقالة الشيخة حسينة، وقال إن هناك محادثات جارية لتشكيل حكومة مؤقتة، ودعا قائد الجيش لوقف الاحتجاجات وحث المتظاهرون على العودة لبيوتهم، ووعد بأن الجيش سيجري تحقيقاً في كل عمليات القتل التي حدثت على مدى الأسابيع الماضية. وقبل ساعات من الإعلان عن استقالة رئيسة الوزراء ومغادرتها البلاد، دعا قادة الاحتجاجات إلى تنظيم مظاهرات كبيرة في داكا متحدين حظر التجول الذي قد فرض مساء أمس الأحد، في حين حث الجيش السكان على الالتزام بحظر التجول، وقتل نحو 100 شخص بينهم 13 من عناصر الشرطة، وأصيب مئات آخرون في مواجهات عنيفة شملت مناطق مختلفة، وهي أكبر حصيلة للضحايا في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات على حصص التوظيف في القطاع العمومي في يوليو الماضي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاحتجاجات ارتفعت إلى 300، وذلك استناداً إلى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات.